جمعية الوقف الإسلامي تنظم احتفالاً باليوم الوطني السويدي، نشاطات للأطفال مختلفة وشعور بفرحة عيد يجمع السويديين المسلمين بوطنهم الجديد. جمعية الوقف الإسلامي في مالمو نظمت هذا النشاط بمناسبة 6 يونيو وهو العيد الوطني السويدي. نشاطات للأطفال والأهالي وجميع أفراد الأسرة ليستقبل بهذا اليوم الأفراد من جميع الخلفيات الثقافية والأديان ويوحدهم بمناسبة مهمة لجميع السويديين وهي العيد الوطني السويدي، بهدف التأكيد على أن المسلمين جزء من السويد والمجتمع السويدي. بسمة السيف عضو مجلس إدارة في الوقف ومزيد من التفاصيل. الوقف هو بيت الأسرة، احنا آثرنا انه نسوي اليوم يوم 6/6 العيد الوطني للسويد لانه احنا جزء من المجتمع السويدي، فحبينا انه يكون عيد للجميع. يوم الوقف هو يوم للأسرة، لكل شرائح الأسرة، الآباء والأمهات والأولاد والأطفال والبنات والصبايا، أطفالاً كباراً وصغاراً. فإحنا نريد أنه أو يعني اشتغلنا على أنه جميع شرائح أو يعني أفراد الأسرة يكون لهم نشاطات في هذا اليوم، نجمع الأسرة في هذا المكان يتعرفون على الشرائح الموجودة بالمجتمع، نتعامل بي ويا جميع أفراد المجتمع ويا جميع أفراد الأسرة، ناخذ اهتمامنا ينصب على أفراد الأسرة كبارا وصغارا، آباء وأمهات. يوم الوقف يشمل الجميع، احنا جزء من هذا المجتمع، فهو للعرب، للمسلمين، لغير المسلمين، لغير العرب، لغير الناطقين بالعربية، الكل مشمول بهذا اليوم، واهلا وسهلا بهم. كل سنة هذا النشاط موجود؟ احنا بدأنا في السنة المضت وهذه السنة الثانية نقوم بهذا النشاط، وبإذن الله مستمرين كل سنة نسويه في هذا الوقت بإذن الله. والله يعني تقريبا 2000 شخص 3000 شخص، لأنه مسافة النشاطات من ساعة 12 إلى ساعة 6، فكثير ناس يفوتون ويطلعون.